باب التسجيل تحديدا في الدقيقة 24 قبل أن ينجح المنتخب الغابوني في إدراك التعادل عبر دقائق الشوط الثاني من عمر هذه المباراة وبهذه الكيفية والموقع أوباميانغ، والأمور لن تقف عند هذا الحد. لحظات بعد ذلك سيتمكن كوزان من تسجيل ثاني الأهداف لنعاين هذا التفوق الأصفر الأزرق، لكن حسين خرجة ستكون له آراء أخرى عندما سيعيد المباراة لنقطة الصفر من علامة الجزاء كما سنتابع. وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي على إيقاعات التعادل الإيجابي، هدفين لكل منتخب، سينجح مولونغوي في تسجيل هدف الفوز والخلاص في آخر ثواني الوقت بدل الضائع من عمر هذه المواجهة. أكيد بأن الحسرة كبيرة والحزن كبير بالنسبة للشارع الكروي المغربي بعد هذا الإخفاق. لا أحد كان يتوقع أن يكون الخروج بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، ولكن هذا هو واقع الحال. المنتخب المغربي خارج حسابات نهائيات كأس أمم إفريقيا. هارد لك كابتن بادو الزاكي، نتحدث عن هذا التعثر الجديد وهذا الخروج الذي ربما بمثابة صفعة لكرة القدم المغربي. وبكل صراحة شتين بين الشوط الأول والشوط الثاني، الكل كيشوف على الورق بأن المنتخب المغربي بالأسماء تاعو والمهارات الفردية اللي عنده